في 55 مليون تركي يتوجهون غدا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستفتاء على التعديلات الدستورية. التعديلات الدستورية اللي عايزها أردوغان بتمنحه صلاحيات سلطانية لتحقيق حلم الإمبراطورية العثمانية. التعديلات بتنتزع صلاحيات البرلمان وبتعزز صلاحياته على حساب مجلس الوزراء. على سبيل المثال سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، سيتم زيادة عدد أعضاء البرلمان. التعديلات تمنح أردوغان تعيين 6 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء من بين 13 عضو. سوف يتم أيضا تصغير حد أعضاء مجلس النواب هناك من 28 ل 18. ومع ذلك استطلاعات الرأي بتشير إلى أن الأغلبية سوف تكون طفيفة في حالة حدوثها، بينما يراهن البعض على أن الغالبية العظمى من الشعب التركي المناهض لديكتاتورية أردوغان سوف ينتهز الفرصة للإدلاء برأيه حرا في سرية تامة لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث. احنا في المصري اليوم بكرة عاملين صفحتين عن التعديلات الدستورية التي يطرحها أردوغان للاستفتاء غدا في تركيا، واللي بنشرح ان هي بتمثل نقطة تحول تاريخي امام الشعب التركي كله. فإما ان يقبل بإمبراطورية وصلاحيات أردوغان السلطانية، وإما أن يعني يكشف عن وجهه الحقيقي الحديث ويرفض كل مظاهر الدكتاتورية التي سيتخلف عنها مثل هذا الاستفتاء.